سيد الوزير محمد تصنع مرحبا وترقص تحت يفاعات الفرقة النحاسية مجموعة أحواج الضربية تزناخ الوزقتية اللي هي جزء مهم من التراث ديال بلادنا وكتساهم في اقتصاد المحلي بما فيه قطاع السياحة وكتشغل واحد العدد الكبير ديال النساء تقريبا 22 ألف نساء اللي كيشتغلوا في هذا الميدان. هاد خصنا نعرفوا بأن هاد الزربية الوزقتية معروفة بزاف على الصعيد العالمي وكيبغيوها خصوصا الاسواق الالمانيه والاسواق الامريكيه والسياح كيجيو لهذه المنطقه باش يشريوها. ودرنا واحد الزياره كذلك لمركز الدعم ديال النساجات اللي تقريبا غادي تقام ب 44 مليون درهم واللي نسبه الاشغال وصلت فيه تقريبا 60%. وهذا المركز غادي يواكب النساجات ويوفر لهم عدة خدمات خصوصا بالنسبة للمواد الأولية بحال الصوفاد جودة عالية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.